هنستضيف معانا في كل مرة إن شاء الله أستاذة عفاف المعالجة النفسي ومدربة التنمية البشرية. كيفك أستاذة عفاف؟ الله يديك مرحبا العافية. بك في برنامجنا. مرحبا وتحياتي لكم قصقصح وكل الأسر السودانية. مرحبا. الطفل العنيد ده موضوع حوارنا الليلة، وفي استبيان صغير كده أنا عملته مثلا في صحباتي، ناس بيتنا، أهلنا، كل الناس بتشكي من إنه أطفال عنيدين. هل كل الناس دي معقولة تكون أطفال عنيدين يا دكتور عفاف؟ طيب هو طبعا مصطلح، يعني ما بقولوا الطفل العنيد، بقولوا الطفل ده راسه قوي. هاي. يعني انا ولدي ده راسه قوي، ما بسمع الكلام، كل الحياه دي اصلا في التعريف بالنسبه للعندي يعني او العناد عند الاطفال هو اضطراب سلوكي. اضطراب سلوكي بيكون طبيعي جدا جدا، بس كيف انه الامهات هم يفهموه ويتعاملوا معه ويتجاوبوا معه. احنا ان شاء الله حنفند الحاجه دي ونشوف انه كيف نقدم الاستشارات الواعيه جدا جدا بالنسبه للامهات، عشان اصلا يعني نغير الفكره بتاعت انه اللي عندي يتعامل معاه كيف وحاجاته هو اللي عندي ذاته وجه. طيب الحوار العادي في البيت، يعني مثلا ام والطفله الصباح لازم تمشي المدرسه، انا ما همشي، هتلبس الجزمه دي، لها البس الجزمه دي، العناد في كل حاجه او الرفض لكل حاجه تقول الام، دي يعني علامات اساسيه انه الطفل عنيد، ولا انا هقدر اعرف طفلي عنيد بمعايير محدده يعني مثلا؟ طيب يا دكتور ايمن، نعرف اللي عنده هو ذاته شنو. اللي عنده هو عباره عن اضطراب سلوكي بيحدث في سلوكيات الاطفال، وله عمر محدد ممكن يظهر في سلوك الطفل، اللي هو مثلا من نقول انه من سنتين ونص كده بيبدا الطفل بيحس باستغلاليته، وانه هو ممكن يلبس جزمته براه، وممكن يحدد خيار الوجبه بتاعته هو عايز شنو. بيظهر في العمر دي، ويفترض انه لتعامل الامهات او الاباء او الاسره عموما، يعني لانه احنا دائما بندي مثلا وضع خاص برضه للاسره الممتده، انه فيه خاله وعمه والاسره الممتده بكل حاجات الجوا. بعد ما يحصل الثلاث سنين خلاص بتبدا عنده الاستغلاليه تماما، انه عايز يلبس براو، عايز بالذات الامهات بيشتكوا في العمر دي، يعني اول ما ولده عمره او بتصل 4 سنين او 3 سنين داير يختار هدومه، داير يختار جزمته، داير طوالي ولدي ده عنيد وما بيسمع الكلام ويصير على رايه، وبتبدا هي ذاتها بتكون ما فاهمه هو عامل كده ليه، يعني بس بتبدا في حاله انتقاد انه هو ما بيسمع الكلام بقى، لازم يعمل الحاجه اللي هو عايزها. مرحله الادراك، يعني مرحله 3 سنة لما يبدا يدرك الحاجات اللي حواليه. ايوه، لما يبدا يدرك الحاجات اللي حواليه خلاص. الزول يا جماعه عايز يحدد هو ياكل شنو ويشرب شنو، وعنده خيار في الصينيه ذاتها اللي بتتخطى، اول وجبه اللي بتتخطى له، اللبس اللي هو حيلبسها، حتى اللعبه اللي هو بيختارها. يعني مثلا احنا كاولياء امور ممكن يعني مثلا نختار لهم حسب يعني تبع مستوانا الاقتصادي وفهمنا وثقافتنا وكذا، هو ما فاهم الحاجه زي دي. هو ده برضه بيعتمد على السلوك والحوار مع الداير في الاسره. دي مرحله عمريه، دي مرحله عمريه اللي هو بيبدا من 3 سنين. خلاص كده احنا بنغوص الخطر بالنسبه لكل الامهات والبيوتات، انه الولد ده خلاص بقى عنيد وما بيسمع الكلام وراسه قوي والبيت دي ماله، وبقت الا تمشي رايه فينا وما عارف شنو، كل الحاجات اللي بتحصل دي. هو يفترض انه يعني في فتره كده ده يفترض انه يصل مرحلته الطبيعيه، انه لما يحصل الطفل 5 سنين يحدث التوازن. توازن بالظبط كده. اي لكن كيف حيحدث التوازن؟ ممكن يحدث انفلات، وهم اصلا مرحلتين، اللي هو مرحله المراهقه والمرحله اللي هي بتاعت الطفل يكون عمره، يعني هي مراحل تكوين الشخصيه، يعني فتره المراهقه انا استغلاليه انه في استغلاليه، وبعد انا بقي الزول كبير ومفروض اعمل حاجاتي براي واختار جامعتي. يا جماعه انا موجوده، يا جماعه انتبهوا لي، شوفوني انا. أيوة. انا قاعد بالضبط كده. اي فهو اضطراب سلوكي عادي جدا جدا، وتبع للنمو النفسي بتاع الطفل. بس احنا كيف الحاجات ننتبه لها، انه هي شنو اللي بيخلي انه العناد ده يكون او يتناقص، او احنا نتعامل معه بمتوازن عشان ما هو يطلع حاله طبيعيه. طيب رايك شنو في الطفل اللي ما عنده اي عناد، يعني البس حاضر بلبس اللون الاصفر ما عندي مشكله، ذاكر بذاكر، امشي نوم في مواعيد محدده بنوم، الام بتكون سعيده جدا جدا، هل ده طفلي سوي؟ هل ده طيب طفلي طبيعي؟ انا اللي عندي ده حاله طبيعيه جدا جدا وحاله صحيه جدا جدا، اللي هو بتنبه انه في زول هنا خلاص بدا ينتبه للمستوى الاجتماعي اللي حوله، المعاملات، الشخصيات، ينتبه انه يتخذ قراره، يكون حاجاته الشخصيه، اللي هو السمات الشخصيه اللي احنا محتاجين انه الطفل يكونها، بتبدا من مرحله العناد. انا كيف اتعامل معه؟ يعني هل الطفل المستكين المؤدب اللي بقول له هاك البس، يقول لي حاضر يا ماما، وكل دي حاضر يا ماما، دي في مشكله، احنا لازم ننتبه له عشان يقدر يتخذ قراراته. طيب انا اللي بيخلي اللي عندي ذاته يطلع على السطح بتاع الطفل شنو واسرته، انه انا مثلا بضربه ومعاه قرصه كده ونهره كده. فدي بتخليه انه يعاني زياده. ليه؟ عشان هو يعمق مفهوم انه انا يا جماعه في كده، يقولوا بسم الله كده، وانا شخصيه لسه موجوده وعايزه ابرز حاجاتي ومهاراتي، او كمان الالفاظ القاسيه عليه، انت ما بتفهم
ما بتفهمي انت انا ما بديك اعمل كده، او الالفاظ اللي بتجرحه يعني مثلا انت عوير انت ما بتفهم انت غبي انت شو بالضبط كده يعني، فبيحاول يبرز يعني حياته كده دي يعني. دي بتكون الام يعني رد فعل الام اتجاه الطفل العنيد يا اما تكون بالضرب ودي طبعا اغلبيه، يا اما بالالفاظ طبعا، وبرده دي يعني شريحه كبيره من الامهات بيكون رد فعلهم بالالفاظ انت غبي وانت عنيد وانت كده وراثه ما نركز على الامهات بس ما نركز على الامهات بس لانه انا قبل اديتك ضوء قلت لك انه في اسره ممتده وفي اساتذه وفي جيران وفي اطفال بيلعب معاهم برا واصحاب وحاجات، فخلينا نتعامل من المجتمع كله لانه دائما لما نجي نعالج اي اضطراب سلوكي باعتبار انه اذا عندي مثلا بقى خلاص مشكله فاحنا ما حنعالجه مني ليك انا والطفل ابدا، انا لازم اشوف الناس اللي حوالينه لانه دائما السلوك ما بيتعالج فردي الا لزول واعي وكبير وعاقل وبيقدر يتخذ قراراته، لكن بالنسبه للطفل عشان ما انا اعالج له مثلا الحته بتاعه العندي بتاعه والقسوه في اتخاذ القرار ما هو في فرق ما بين انه تكون مصر على الحاجه وفي فرق بين انك تكون عنيد، هي بتقول لك ولدها مصر الاصرار على فكره ميزه ايجابيه جدا جدا، دي حاله براءه خاصه لانه تكون مصر معناه في هدف، الاصرار بيكون عند الناس الكبار الواعيين في هدف انا لازم احققه، لكن العندي ده حاجه كده تلقائيه من الفطره بتاعه التكوين النفسي بالنسبه للطفل مرحله لازم يمر بها، مرحله لازم يمر بها، بس انا كيف اطيرها او انا كيف اخليها متوازنه اخليها صحيه، اذا انا استعملت معاه والضغط طوالي او قهرته زي ما بقولوا ونهرته وقرصته وضربته وخليت كل الحاجات اتجاه بتاع انه لازم تعمل عنوه فبتتجه اتجاه خطر جدا جدا ويبقى عندي يعني ممتد قد يمتد الى الشخصيه، فعشان كده احنا نتكلم عنه من ناحيه انه الاسره ككل نتحدث عنه ما مسؤوليه الام برا لا ما مسؤوليه الام برا، هي ممكن تكون هي جزء كبير من المسؤوليه لان هي قاعده معاه مثلا ايوه وهي اللي بتاكله وهي اللي بتطلع الغيار وهي اللي عايزاه مثلا يا ما دي طبعا مشكله شديده البريد يجي الاول ولازم يكون الشاطر ولازم يصحى ولا دي احسن دور في العيله ولازم تحل واجباتك ولازم كده بغض النظر عن انه انا احاوره مع انه انا لو قعدت طفلي ولو قعدت احاوره كده حوار واعي جدا جدا على حسب اتجاهاته على حسب شخصيته، ما انا لازم طالما انا معه في البيت نحن بنفتكر انه في حوار انه في حوار اسري، الحوار الاسري دي ما الطاوله بتاعه الام والاب ونعمل شنو نجيب المصاريف وندفع لا لا، الحوار في كل التفاصيل بتاعت انه الولد ده خلاص نتفق عليه وانه بقى والله ما بيسمع الكلام وانه دائما اتجاهاته احاديه لازم ينفذ الفرايو، فاحنا نقعد نخطط له خطه كده اسريه ونخاطبه معلش انت ما عايز تلبس مثلا الشوز بتاع المدرسه ده ليه يعني مشكلتك فيه يمكن مضايقه يمكن لما يمشي هناك بيعمل له مشكله يعني مع طول اليوم هو قاعد اليوم كله مثلا في المدرسه فاحنا لازم نناقشه هو ليه يعني معاني ما عايز تاكل الاكله دي ليه في حاجه بتغلط عليه في حاجه برضه مهمه حاجة. يا استاذ عفاف في يعني العند السلبي يعني في واحد بيدخل في حاله بتاعت عند يعني انا ما دار اكل ممكن يصل ليومين ثلاثه انا ما دار امشي الجامعه ده في سن المراهقه يومين ثلاثه ما امشي الجامعه ما امتحن سمستر سمسترين يعني عندي سلبي قد يضره يعني حتى العلاج انا ما دار اخده ما دار البس هدوم ثقيله خلوني انا همشي كده في عز البرد، العلاج العند السلبي ده يعني حاله الام النفسيه وحاله البيت كله بيكونوا مرهقين جدا من العند السلبي وما بيقدروا يعرفوا كيف يتعاملوا معه لانه ممكن يزيد زياده كل ما يتكلموا معاه وكل ما يحاولوا يقنعوه فدي مرحله او يعني نوع من العند بيكون منو وصلوا المرحله الاسره التعبانه ذاتها شفت اتجاهات نفسيات من العند السلبي هي اللي ادت للعند السلبي اللي هو بيخليه اتجاه انه يقسو اتجاه نفسه عشان مشنو عشان ما يزعل الاخرين، ما انا اصلا لو ابيت اعمل كل الحاجات اذا انا مثلا ابيت امشي لكم المدرسه منو اللي حيتضرر؟ هو بالمناسبه اللي حيتضرر لكن هو ما واعي لانه انتوا الغضبانين انتوا الزعلانين انتوا اللي اعلنتوا عليه والحرب، فبالتالي هو مستمتع جدا جدا بانه يصير على رايه، لكن احنا ما قعدنا وريناه مدار انك انت ليه تركت الدراسه او انت ليه ما لبست الفلينه بتاعتك، في مدار اكيد في حاجات بتحصل لو انت ما عملت كده، لو انا حاورته واخذته تدريجيا وايجابيا للحل المشكله بالعكس انا ممكن اجي القاه تلقائي هو البادر هو البادر في انه مثلا يعمل الحاجه، لكن لما انا اديك له اوامر انت حتعملي كده وبعدين معاها لغه الجسد القاسيه دي بتاعت الامهات والاباء، لكن ليه انا ما اشركه في حياته؟ مثلا احنا خلاص الصباح ماشيين بكره المدرسه فتعال بكره ها حنحشي شنو؟ واديه خيارات واحد واثنين وثلاثه دي خياراتنا ودي مقدرتنا كده، اذا طلع من الثلاثه خيارات وصحى الصباح غير لي رايه معلش ده خيارك دي خيارك
دي بتنمي لي فيه مهارات انه يتحمل المسؤوليه بعدين لما يبقى زول مسؤول لقدام. احنا بس في حاجه ما منتبهين لها انه اصلا 3 سنين الاولى هي مرحله تكوين الشخصيه، عرفتي اللي هي بيظهر فيها العند اللي بيعانوا منه كل الامهات. فعشان كده احنا ننتبه لها، خلينا نكون واعيين احنا كامهات واباء نتثقف تماما من الناحيه دي عشان نقدر شنو ندرجهم وناخذهم سلم سلم. عشان شنو؟ عشان احنا نوصلهم للبر الامان النفسي بعدين. نعم. عشان ما يجي العند السلبي اللي انت تكلمتي عنه. نعم. انه هو يضر نفسه من خلال انه يكاوينا او يزعلنا او يبعث في روحنا الروح النرفزه والزعل في اتجاهه ونقوم نعمل كل الحاجات اللي جايين نعملها احنا كاولياء امور. ايوه أي فده بضره هو اكثر، بضره هو اكثر ما بضرنا، لكن هو ما منتبه للحته دي. فاحنا اذا حاورناه هاي بينبهه. وبتين احس انه العند ده عند غير طبيعي، يعني في عند في الاسره ممكن يكون غير طبيعي لدرجه انه انا يعني اتمرحل، يعني مثلا لازم امشي لمعالج نفسي ومن معالج نفسي ممكن امشي لطبيب بتاع امراض نفسيه او كده، يعني الاسره تغلق، يعني يكون في غلق يعني دون ناقوس الخطر بتين يحصل، يعني قلق الاسره الشديد، قلق. نعم. الاسره الشديد يعني كلهم يتكوا بس مشكله الزول ده، ده برضه مشكله، دي مشكله. أي ده برضه مشكله، بتحسسه باهميه الوضع فبيبدا يغص في الناس ديل ويستمر في حياته. خلونا نكون متوازنين في كل حاجاتنا. لما العند يصل لمرحله انه ياذي نفسه، يعني مثلا معليش انا ولدي مثلا اذا كان في فتره خليني من نبدا من الطفوله، اذا انت مثلا ما لبست الفلينه بتاعتك حتصاب بالبرد، لا محال مثلا انا ما شاعر بالبرد، خلاص خلينا انا اتحاور معه انه انت لو ما لبست الفلينه حيحصل لك. احنا بنفتكر انه الحوار ضيا هو ممكن حوار يكون وقتي وبينتهي، لا هو بيتخزن عنده، بتخزن يعني عنده بيبدا يراجع. هسه لو قلنا في روشته كده 1 2 3 الام تقدر خطوات تعملها عشان نطلع من مرحله العناد دي ونعرف انها مرحله عاديه، دايرين شنو؟ اول حاجه انا يعني استفدت منك حكايه انه نكون قريبين منه ونكون حنينين عليه ولغه الحوار، دي حاجات مهمه. طيب بتنصحي بحاجه ثانيه؟ اي تماما، انه احنا دايما نقول لهم نطمنهم تماما انه العند دي مرحله طبيعيه ومرحله هادئه جدا جدا وهي تبع للنمو النفسي بالنسبه للطفل. نعم. بس احنا كيف نقدر ناخده بسهوله وندرجه في الحوار عشان نحصله للمأمن النفسي عشان اللي عندي ما يبقى لنا مشكلة لقدام في شخصيته وتأثر عليه تماما سلبا. إذن الحنان وإذن الحوار وإذن القرب وإذن القسوة وعدم القسوة وعدم الضرب ومسؤولية كل فرد من الأسرة ما مسؤولية الأم براها. تماما. ده علاج للطفل العنيد. تماما. ودي مرحلة عادية أن إحنا ما نقلق منها. آه. في كل أسرة موجود عدم العند هو المشكلة. إذن عدم العند هو المشكلة ونقوم نشوف الطفل المعنيد عشان نشوف برضو نعالجه وإشكالياته لأنه أكيد عنده إشكاليات تانية. إشكاليات تانية. شكرا لك يا أستاذ عفاف، وفي حلقات قادمة إن شاء الله مواضيع زي الليلة مهمة وأكثر من كده إن شاء الله. الله يديك العافية. شكرا لك.